مش هنقول ان الطفل دلوقتي عنده برد في الطبيعي بتاعه يعني، دايما الامهات وهما بيتواصلوا مع بعض بيقولوا الفيتامينات ده الدكتور مش عارف رحت فين، ومش الامهات بس يعني، في بعض الامهات برضو بيروحوا للدكاتره، فالدكاتره بيكتبوا الكلام ده، الفيتامينات المكملات الغذائيه، وناس تبعت تجيبه من بره، وناس تدور على مستورد، وناس تلف في الصيدليات عشان يجيبوا المكملات الغذائيه. هل هي ضروريه فعلا للطفل؟ هل هي مفيده للطفل؟ ولا ممكن نعوضها بما ان الطفل لسه بينمو في بدايه مراحله مثلا بالاغذيه؟ اول سطر في علم الدواء، الدواء ماده قد تكون لها اضرار خطيره، لازم الدواء ده يتاخد بحساب جديد حتى لو كان فيتامين. هل الطفل محتاج فيتامين؟ لا، الطفل محتاج فيتامين د، الرضيع محتاج فيتامين د، لان فيتامين د قليل قوي في لبن الام، فلازم ندي للاطفال فيتامين د مهم جدا ويكون متاخد بجرعه صح. الأوميجا 3 مفيدة برضو للأطفال، لكن الفيتامينات بطريقة عشوائية أو بطريقة تقليدية منتشر قوي بين الأمهات، الفيتامينات الخطورة اللي على شكل جامي بيرز كده أو على شكل جيلي عند الاحتياج ده بناء على تحليل، ولاقي الطفل عنده أنيميا فياخد الفلان، عنده نقص في الفيتامين الفلاني. يعني مثلا هديكي مثلا، كتير قوي امهات احنا دكاتره الاطفال يقول لك اديله كالسيوم عشان التسنين. كالسيوم ده في منتهى الخطوره لو اديناه بطريقه عشوائيه قد يسبب مشاكل في الكلى، حصوات في الكلى. فده لازم يكون طفل عنده نقص في الكالسيوم، اديله كالسيوم، نقص في الحديد اديله حديد على حسب احتياجه يعني. بالظبط كده، لكن بهذه الطريقه العشوائيه لا. الحاجه الوحيده اللي بنديها بطريقه روتينيه، بندي للاطفال الرضع فيتامين د عشان قليل في لبن الام، وفيتامين د ده بيلعب دور مهم جدا في نمو الطفل وتقويه مناعته.